هنا يا جماعة، خد الحق. هو بقى واحد قال للاستاذن، قال هي يعني عنده ظرف يعني. هنا دي تقريبا كل الحاجات بتاعت المرة اللي فاتت، كان باقي فيها حاجة بسيطة اللي هي السناب، الاكسس كونسترين، ازاي ان انا بخلي الخط بتاعي النقطة على نفس النقطة. انا شرحتها من شوية صغيرين لبعض الناس، بس بشرحها تاني. انا ايه عايزك تكتبها بالظبط. انا هنا على الماكس، هدخل على فرونت فيو، دوس اف، اختصار فرونت فيو اف. انا دلوقتي مثلا عندي الايه، عندي القرش اللي احنا عملناه المره اللي فاتت، حاجه زي كده. مشغل الجريد ومشغل الفيرتكس، الاثنين هستعملهم. فعملت الارك من هنا لحد هنا. ايوه لا سوري، بعد كده حولت convert to 8sp line، اختصار سناب اس. بقفلها وافتحها، شايفين بتنور ازاي يا جماعه؟ اس، والانجل ايه؟ الانجل ايه؟ الانجل سناب ايه؟ لو عايز، لا هي مش اس، بس انا بعمل سيلكت على الاوبجكت نفسه بالكليك، ليفت كليك. تمام. بعد كده هعمل رايت كليك اتاتش. بعد كده همسك السيجمنتس واقوم ماسك ديليت لهنا. كان في حاجه بقى عايز اشرحها صغيره جدا. لو انا دلوقتي عندي النقطتين دول، النقطه دي مثلا بعيده شويه، جاي بعمل ويلد، ادوس ويلد مش عايزه تعمل، شايفين النقطتين، اعمل ويلد تاني مش عايزه تعمل. في عندي امر تاني اسمه ايه؟ اسمه فيوز. بس امسك النقطتين زي ما بلحمهم مع بعض، في امر بيقربهم من بعض اسمه فيوز. اهو هو الامر ده، فيوز فيرتيسيز. بس اقوم دوست عليه، بص النقطتين بقوا فوق بعض ايا كانوا، هم بعيد قريبين. لو حتى بصوا يا جماعه، لو النقطه هنا، لو النقطه بعيده جدا وعملت كده رايت كليك فيوز، لحمهم برضو مع بعض، في المسافه اللي في النص ما بينهم. فطبعا ما بيبقاش دقيقه معايا، لازم اقربها بايدي الاول وبعد كده ممكن الحم لو هم يعني قريبين شويه من بعض. كله تمام نعيم؟ تمام النقطه دي. طيب انا هدي فرصه للتطبيق، يعني نقطه نقطه هشرحها، هدي فرصه للتطبيق. مش ه يعني هبقى ماشي ببطء شويه مع المره اللي فاتت. فانا المهم ان انا قلت ايه، بعلم على النقطتين، بعد كده بعمل فيوز الاثنين قربوا من بعض، بعد كده اقوم عامل ايه، ويلد، لحمت النقطتين من بعض مع بعض. طب عندي الشكل هنا يا جماعه بايظ، عايز اصلحه، عايز اخلي النقطه اللي فوق دي تبقى ماشيه مع النقطه اللي تحت. انا المره اللي فاتت كنت كان في التوز بار عندي في الماكس كان موجود الاكسس كونسترين، انا ما كانتش هي دلوقتي مش ظاهره معايا. هعمل ايه؟ كل اللي انا بعمله هدوس رايت كليك على اللي فوق هنا، هظهر الاكسس كونسترين، تبقى هي ظاهره مع الايه؟ مع الحاجه اهي، الاكسس كونسترين اهي. يعني انا هقول تاني نعيم، ركز معايا وبعد كده هنطبق في الاخر. انا قلت على ورق، لحمت النقطتين، كان النقطتين هم قربت يعني، دوست علمت عليهم هما الاثنين، دوست فيوز الاثنين بقوا مع بعض. بعد كده عملت لهم ايه، ويلد، عايز اخليهم اعمل لهم ادجاست. في حاجه اسمها لازم نعمل لهم ويلد بعد ما نعمل بعد ما فيوز قربتهم ما لحمتش، ويلد بقى لحمت، الاثنين لحموا مع بعض. فانا دلوقتي اللي عايز اعمله ايه، لحمت النقطتين، عايز اخلي ان الشكل نفسه يبقى ايه، ادجاستد مع بعضه. فانا كل اللي هعمله هدوس رايت كليك هنا على التولز اللي فوق دي، عايز اظهر الخانه اللي هي البار بتاع الاكسس كونسترين،
هظهر. اول حاجه هعملها هدوس سناب 2.5 وهبقى مشغل الفيرتكس بس عشان انا هظبط على فيرتكس على فيرتكس. جي اختصار يقفل الجريد ويقفلها ويفتحها. انا هقفلها عشان ايه؟ تبقى الرؤيه ايه اوضح. هقوم انا هبقى دايس على سناب 2.5 وهبقى دايس على ايه؟ اكس وواي. انا دلوقتي عايز اظبطها يمين وشمال، يعني اكس ولا هظبطها على واي؟ اكس. هيبقى اكس لان انا هظبطها يمين وشمال، عايز اخليها تروح ناحيه الشمال شويه، تبقى ماشيه مع الخط ده. فهحركها في الاكس. هقوم ماسك دايس على الاكس كده واشده اشده اشده لحد ما يروح لحد، وانا دايس وانا دايس هولد. فهي رجعتها تاني زي ما ايه؟ زي ما كانت بالظبط. طبعا في هنا ممكن هتبقى فيها مشكله او حاجه، بس تبقى بسيطه. في يا جماعه هنا شايفين تحسوا كده الارك ده مش ناعم، مكسر. ازاي اخليه ناعم؟ في حاجه عندي هنا اسمها انتربوليشن، يعني دي الستبس اللي ما بين النقطتين هم سته، خليتهم واحده بقى عامل ازاي؟ بقت ستيب واحده بس. طب خليتهم ثلاثه بقت ثلاثه بس هو مكسر. فانا هخليها كام؟ هخليها 30. بقت ناعمه جدا، لما تيجي تعمل الشكل دي ناعم وجميل معاك جدا. فانا هنا في النقطه دي اللي بشرحه بقى ايه؟ الجزء بتاع الاكسس كونسترين، يعني هقولها تاني، سين ان انا عندي الفيرتكس دي بعيده قوي كده. طبعا مش هتبقى مظبوطه لو في ارك، فخليها هخلي الاكسس دي هي اللي تحت، او هخلي اوكي هي دي كده اللي تحت. انا دلوقتي هعمل ايه؟ عايز اخلي النقطه دي تمشي مع النقطه دي، بشغل السناب واشغل الاكس وواي واقوم دايس على النقطه دي، واقوم جايب من انا عايز اظبطها في الواي ولا في الاكس؟ في الواي. واقوم شادد من الواي لحد الاكس، من الواي لحد النقطه الثانيه، بقت ماشيه مع النقطه الثانيه بالظبط. المهم انا كنت ايه شرحت الايه الجزء ده، هو بس دي الاكسس كونسترين، عايز كله يكتبها واللي يعني انت كتبتها مش كده؟ لسه ما كتبتهاش. تمام. عايز كله يكتبها عشان ايه؟ هشرح الحاجه اللي بعدين. سلام. انا مش عارف انا كده